شو نائب رئيس مجلس التحرير الفرنسي. والله الفرحة بعد 10 سنين جات وقينا فيها برشا صعوبات في الاستمرارية، وداوت هيئات مديرة بعض، مش الهيئة المديرة هذه اللي توجد في الصعود، فما هيئة سابقة خدمة رئاسة اسمها عمل في المجمع، والحمد لله وصلنا المبتغانا وتوجنا بالصعود. ما لقيتوش ياسر صعوبات؟ والله الصعوبات لقينا صعوبات، بالاخص صعوبات ماديه نظر المنحه نتاع الشركه 130 الف دينار من الثمانينات اللي ما كافيش بالعدد. عندنا عدد كبير نتاع مجازين، حوالي 1000 مجاز كرة قدم وسلة وبس، وجيدو سيكليز، ان شاء الله تضاعف المنحه هذه، وإن شاء الله تولي الجمعية هذه جمعية جهة، هي جمعية شركة ومشكورة الشركة كونها تعطيها في المنحة، إن شاء الله تولي جمعية نتاع جهة، خاطر أبوابها مفتوحة للشباب الجهة، تعطيها شباب الجهة، إن شاء الله زادت الصورة الجهوية زادت تعاوننا في السيزون الجاية. وإن شاء الله بقدرة الله يرى وكان منا كان الصعود برنامجنا الصعود للقسم الوطني. أهلا بك. لاباس كل شيء تحضروا العام الجاي إن شاء الله. لا ما دام هما كملنا السيزون هذه التمر دينا مبرمج. بالإضافة والله ماذا بينا الناس اللي تحضروا لي كل تفرق وتعيين تم الشمل، والناس كل تم الشمل مصلحة الجمعية هذه يرجع مجد وكيف، وإن شاء الله نلقاو ناس بتي تشجعنا ودعم. بارك الله فيك. الحمد لله يا ربي مع تعب تعبنا وتعب اللاعبين وتعب الجمهور وتعب المدير وتعب الاطار الفني ممشيش، الحمد لله يا ربي وصلنا اللي حابين نوصل له. هذايا حلم تاع احباء تاع سنوات اللي مضت، الحمد لله يا ربي توفر توا في المجموعه الطيبه اللي عندنا من اللاعبين اللي كانوا في المستوى واللي راهن عليهم وكانوا اصلا معناتها رجال باتم معنى الكلمه ونوروا الجهه ونوروا النادي سيكي الحاج الفاخسي بالخصوص. انا نشكر اهم حاجه نشكر اللاعبين اللي ضحاوا اللي كانوا يد واحده، اللاعبين هذوما المنضبطين اللي عدوا موسم بدون اي حتى ورقه حمراء، الحمد لله يا ربي معناتها نشكرهم كثير كثير كثير، وباللي مش عملنا لهم مش نعمل لهم راهو ما يساوي شيء قدام اللي ضحاوا هما، خاطر هما اللاعبين هما اللي تعبوا هما اللي خسروا هما اللي لعبوا في اجواء سيئه جدا وكانوا رجال وكانوا معناتها كان الرهان عليهم ما كسبناه الحمد لله يا ربي. نشكر الاحباء اللي كانوا في كل مكان زاد معنا في كل مباريات في تنقلاتنا في صفاقس، كانوا سند كبير للاعبين والهيئه المديره الحمد لله يا ربي. الحاجه الباهيه هنا في نادي سكرات الصفاقسي انه الناس كل تخدم في مجموعه واحده، احباء لاعبين اطار فني مسيرين، وصلنا للي حبينا له، هذا كله بتضافر جهود الحمد لله. خدمنا تو وصلنا لمرحله مزاد مرحله ما اصعب، هو المرحله الجايه اللي لازمنا نحضروها بكل جد، ولازمنا نكونوا في مستوى الطموحات نتاعنا، لازمنا نكونوا في مستوى الاحباء نتاعنا، لازمنا نكونوا في مستوى الناس اللي عطاتنا الثقه هذه، على خاطر احنا نقدروا الاعمال اللي قامت به الهيئات السابقه من سي مختار المهيري، سي محمد قطاطا، سي شبشوف، سي عبد الله الغرياني، الى سيد سي محمد بن جماعه، هذو من الناس الكل، هذوما الهيئات هذه كل نشكرهم على ما عملت النبي سي بعثيات واشتغلت واجتهدت. الحمد لله يا ربي جاء الوقت انه باش نكرمهم بهذا الصعود هذايا، ان شاء الله يكون لنا دفع باش نزيدوا نخدموا ونشتغلوا حتى نضمن النادي سيكي الحاج الفاخسي المستقبل لاجيال واجيال، ان شاء الله ربي يوفقنا. بديتوا شو تحضروا العام الجاي ولا مازال؟ والله ايش باش نقول لك، بالنسبه للتحضيرات للسنه الجايه ان شاء الله بدينا نحضروا، ان شاء الله بدينا نشوفوا معناتها اللي لازمنا الكل، مش نخدموا في سريه، مش نخدموا في كالعاده، مش نكونوا معناتها المجموعه هذه طيبه، ما احناش مش
نضيفوا لها باش نضيفوا لها بعض اسماء معناتها باش تكون اضافه معينه معناتها في زوز ولا ثلاثه عناصر، وان شاء الله ربي ربي يوفقنا فهمني ولا باش نكون خاطر المجموعه هذه لازم نبنيو عليها، خاطر هذه هما الاصل، هما هذوما هما العمود الفقري اللي لازم نكتبنا عليه الفريق. شكرا، مرحبا بكم. هكا حسن المعزون رئيس جمعيه النادي الرياضي سي قاعد الصفاقسي في الموسم الحالي. تعرفوا النادي الرياضي سي قاعد الصفاقسي تمكن من صعود انتصاره على الجم وتاهل بصفه نهائيه للقسم الوطني ب. في الواقع النادي الرياضي سي قاعد الصفاقسي جمعيه كبيره واقل حاجه يستحقها ويطمح ربما ندخلوا اكثر وعلاش لا باش يكون حتى في الوطني أه. اليوم المسؤوليه على عاتقنا زادت كبرت وبدينا نخموا بصفه جديه في الموسم المقبل وفي الطموحات والاهداف نتاع الموسم المقبل. بالطبيعه صعود صعيب، فما برشا بدات تتوقع انه السنه صعود كان سهل. ما ننساوش الموسم هذايا فيه 30 مقابله والمقابله جوج المقابلات في ظروف ظروف صعبه، لكن الحق المسؤولين والهيئه والملاعبيه اطار طبي اطار فني كانوا في المستوى، والمحبين كذلك كانوا في المستوى ومع المدعمين وقفوا لجانب النادي وكانوا في المستوى وجات والحمد لله وفقنا ربي وصعدنا. اليوم نخموا باش نطلبوا من كافه الدخيان وكافه العائله الموسعه نتاع النادي الرياضي سي قاعد الصفاقسي باش تلف حول النادي وباش ما يرجعش للظروف اللي كان فيها، ونحبوا نقدموا ان شاء الله الى امام وشكرا. بالطبيعه الصعود يطلب ميزانيه لا باس بها حوالي 600,000 دينار. الميزانية الحالية لن تفي بالحاجة، متمكنش للنادي باش يصمد في القسم الوطني ده. الرجاء من كافة المحبين والغيورين على الجمعية هذه والسلطة باش يلتفوا حول الجمعية ويحاولوا يرجعوا لها مجدها. كذلك احنا في الوقت الحالي في مع مفاوضات باتصالات مع الإدارة العامة للشركة الوطنية السعودية باش تحسن لنا الملحة باش نواجهوا الموسم المقبل في أحسن ظروف. صيف رجس احباب سيك حاج السياسي مكلم، مرحبا بك. مرحبا بكم في استادنا عامر قبدول. السنه ان شاء الله صعدنا الوطني باء، وهذا قلناه في اول مداخله احنا كهيئه احباء، قلنا راهو السنه ان شاء الله عام الصعود، وكان الوعد بتاعنا صادق. ورا الوجه شوف فيها ان شاء الله السنه الحمد لله مش لاباء، امورنا ان شاء الله بتكاتف جميع المسؤولين الهيئه المديره للنادي، وكل واحد سام قص من عنده من باش كان تتويج هذايا اللي صار فيه تو والفرحه والفرح هذايا اللي تشوف فيه، والحمد لله توجنا وان شاء الله في المستقبل الزاهر ان شاء الله نشوفوا الرلوي في مجدها الاصيل اللي هو الوطني ونشكر الناس كلنا بدون استثناء من مسؤولين من الاحباء الاوفياء، يعني انا بصفتي نعيطهم كان الاوفياء الاحباء هما الاحباء الاوفياء اللي هما واكبوا المقابلات ومرقوا في جرة الربيع سنين كبيرة. ونشكر كذلك قدماء اللاعبين ولجان نتاع الربيع الباز نتاع الربيع اللي هما لجان الفرع الشبان على رأس بسحاب المصيف والطاقم الفني اللي معاه. كذلك نشكر السيد الممرن اللي هو بارك الله فيه السنة كان هو عنده قصد وافر في صعود هذا الفريق، ومساعديه سي سامي دو سي عبد السينور وزير القابسي سي عبد الغفار الله، كلهم ساهموا كل واحد من موقعه ساهم في هذا الصعود، والناس كل بصفه عامه واللي وكل من قريب وكل من ساهم حتى بكلمه طيبه احنا نقول له بارك الله فيك وجهه صفاقس كل والجمهور العريض بتاع صفاقس، واحنا تو ان شاء الله عازمين كل العزم باش نقدموا خطوه اخرى توصلنا من الوطن الذي الرابطه المحترفه الثانيه، وعازمين كل العزم باش نوصل الوطني ان شاء الله نرجع المجد الرلوي اللي تعرفوه الناس كل، وربي يوفقنا وربي يوفق الجميع وبارك الله في من سام في الصعود وسام كل من بعيد ومن قريب التتويج اللي رناه وشفناه الناس كل فرحنا به الناس كل يجي صفاقس. كذلك لا ننسى ان نشكر السلطه الجهويه والمحليه وكذلك الامنيه بصفه خاصه، خاطر شفنا منهم كان من محبات ساعدونا دعمونا بارك الله فيهم الناس كل، وكذلك الشركة الوطنية الحديد التونسية زاد ما قصرتش اللي هي كانت عندها قصر الوفر في الصعود، وان شاء الله تلبي دعوتنا وتلبي مطلبنا ورجائنا كل رجاء من السيد المدير رئيس المدير العام السنة ان شاء الله
يعطينا منا منحة يضاعفها أضعافا مش ها، لأن بتعرف الوطني باع وعنده برشا مشاكل وفي برشا عقود وفي برشا فروع وفي برشا أصناف. إذا احنا نطالبوا ورجعنا كل رجاء من السيد الرئيس المدير العام والسيد صد الأشراف اللي هي وزير النقل باش يوفر للربيع ميزانية قيمة ولما لا حتى ودادية السفاقسي منها تعطينا من الفلوس اللي كانت تعطي فيها للصندوق 26-26 يزينا من الصنادق طوح في ثورة مجيدة تعطي للربيع للربيع باش دعم الشبان هذوما وتوصلها من بر الأمان إلى بر الأمان وإن شاء الله نوصل إن شاء الله بحول الله. وصل السلطة المحلية تعاوننا والجهوية وكل الناس يقف مع الربيع اللي هي جمعية منا عريقة ومعروفة ووفرت برشا نجوم على رأس السيد سامي الطرابلسي اللي هو منا مدرب المنتخب الوطني. إذا بنا حبينا احنا كل لفتة كريمة من الناس كل لهالجمعية هذه وباش يرجعوا للمجد نتاعها ويعطوها لفتة كريمة من بالأخص نطالب زاد كذلك بلدية صفاقس باش تعجلنا في ملعب دمار تهيئونا أي أحسن تهيئ باش نجموا نلعبوا في ظروف حسنة ما نبقاوش كل مرة في بلاصة. وإن شاء الله نلقاو كان ربي إن شاء الله نقول الأذان ساغية وربي وصلنا وربي يوفق الجميع وربي يجيبنا في الصلاح بالنسبة وبارك الله فيك أنت في سامي الدو مساعد مدرب نادي سكعات السفاقسي الكبر. والله اليوم مع تسنا بدينا كل عوام اللي فاتت بدينا السيزون مع منين عبتوها وكل عادة عنا هيئة جماعة غيورين ياسر على الجمعية لكن اللي تبديما يمنوا في النفس باش يطلعوا درس نواب وبرشا وموفرين كل شيء للجمعية من ناحية البشرية كجوارات ومن نواحي كل معناتها كمادية كخدمة الناس كل جهودها مضافرة. صحيح حسنا معناتها ثم نضج من الجوارات كانوا عندنا جوارات صغار شوية في العمر وواحد كل شيء بداوا يكبروا بداوا يعني مسؤولية وعملوا سيزون فيها صحيح قاعدين برشا في الصعيبة سيرتو سنة تشوف عام نتاع الثورة برشا جمعيات معناتها صعيبة انك تلعب لها في بلادها و تعبنا شوية أما هذا ما منعش اللي احنا معناتها آمنا برواحنا وجوات آمنا ياسر ياسر برواحها والحمد لله الحمد لله الفرحة تشوفها مقبل ثلاثة على أربع جمعات الناس الكل معناتها متأكدين اللي احنا باش نطلعوا وصحيح تو كل تشوف الإفكتيف اللي عندنا مش متاع بي ماهوش متاع سي معناتها متاع بي نجم يلعب مرتاح إن شاء الله عم جيل بقدرة ربي نزيدوا شوية ثلاثة أربع جوات أخرين إن شاء الله يزيد يعينوا هزوا ذا القفة ولاباس إن شاء الله تبدل زاد الهيئة إن شاء الله تزيد الدعم نجيبوا شوية محبين من برا اللي هربوا عندهم حكاية سنين يكونوا 15-16 سنة إن شاء الله يرجعوا اللي نعرفهم أنا معناتها وإن شاء الله بقدرة ربي ثم كان الخير. كوش عندي نعرفش هذه فرحة للناس الكل وإن شاء الله ترجع لحباء اللي بعده كو عندنا برشا أحباء غيرين على الجمعية هذيك اللي ما نجموش يقربوا لها وبعدوا وأيسوا ما نقولوا أيسوا إن شاء الله يرجعوا إن شاء الله تكمل خير. الجمعية ما هي الجمعية نتاع شركة يعني جمعية نتاع لا احنا تو الأحباء لا الأحباء تويك اللي عندنا احنا ماهيش نتاع شركة برك عندنا أحباء في الشركة وعندنا أحباء برا اللي كانوا معنا كانوا يمشوا معنا ويتنقلوا ويدعموا في الجمعية واحد كل شيء الناس كل تو إذا ما تماش معناتها إن شاء الله يرجعوا وإن شاء الله يجوا العباد ثم برشا عباد غيوري برشا عباد نداء ليهم هما مرحبا بهم في كل وقت ويعرفوا جمعية وغاروا عليها قبل وتعبوا عليها وعرفوا كل شيء عليها شامل الروش تو مرحبا بهم باب محلول تعرف باب سيكالتي معروف ورالوي ما يشمع كيف معناتها أكيد كبيرة ياسر لعبت ياسر في الناس هنا كل شيء إن شاء الله عم يجي تما كان خير وعليش لا ما نطلعوش معناتها نعملوش باركور بيه ونطلع ترجع كما كانت في الناس هنا وترجع حتى الأجواء في السفاقس ترجع معناتها كما كانت قبل تشوف السفاقس ملي خرجت لي كيفات ياسر معناتها تشوف نهار حد حزين في السفاقس مش كما قبل غادي ما عندك جمعية زوز تلعب كل جمعة هذيك ماي ماتش يزوز ان شاء الله ترجع هيك الاجواء هذيك نتاع قبل ان شاء الله علاش لا احنا تو بدينا احنا علاش ما تخلطش عرفنا دخلت السياره ان شاء الله تقول ترب ان شاء الله ثم كل خير عايش.
ايه.